اطمن اكتر على لعبتنا يا احمد، ونروح لكريم احمد مراسلنا من ملعب اتاتش. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلتي ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي. كريم، قول لنا كده اهم ملامح التدريب النهارده. في البدايه طبعا يعني نقدر نقول التدريب كالعاده طبعا بيتسو موسيماني محاضراته مطوله، لكن بناكد اكتر من مره بيشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير جدا، والجانب التكتيكي طبعا ثغراته ونقاط القوه والضعف خلال المباراه الماضيه، وتحديدا كمان بالنسبه لخط الدار وخط الهجوم اتكلم عليها بشكل كبير جدا. محاضره النهارده كانت نصف ساعه او 35 دقيقه كمان، يعني نقدر نقول لعيبه النادي الاهلي بدات المران 6 لثلث. لكن عايز اطمنك على التدريب بشكل عام، واطمن ايضا كمان زميلي احمد كل لعيبتنا جاهزه الحمد لله. عندنا طبعا عدد من اللاعبين اكيد طبعا كان في شكوى من الاصابات او الكدمات على راسهم، طبعا مروان محسن يمكن هو شارك في جزء بسيط في تدريب الامس، لكن النهارده شايفينه بيأدي اداء اكثر من رائع، وجرعه تدريبيه كامله لمروان محسن بيعلن جاهزيته ان شاء الله لهذه المباراه، يكون في التشكيله الاساسيه ويكون موفق كمان في مباراه يوم الجمعه. محمود عبد المنعم كهربا حديث كبير جدا عليه النهارده، يمكن كهربا شارك في جزء تدريبي ايضا كمان بسيط، لكن النهارده ايضا كمان بيشارك في الجرعه التدريبيه كامله. واضح ان محمود كهربا عنده رغبه كبيره جدا ان هو يؤدي مباراه ان شاء الله مباراه العوده، سواء استعان به المدير الفني بيتسو موسيماني في بدايه المباراه او يكون على دكه البدلاء، لكن من الواضح ان محمود عبد المنعم كهربا يكون على دكه البدلاء مع جاهزيته الكبيره في مران اليوم. كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه الحمد لله. مش عايزين نتكلم طبعا على تكتيك وجمل تكتيكيه اللي دلوقتي بتنفذ في التدريب. بيتسو موسيماني يمكن بيوقف التقسيمه اكتر من مره، تدريب النهارده كان بسيط بالنسبه للجزء البدني، لكن الشغل كله شغل تكتيك لعيبه النادي الاهلي. الراجل اتكلم قال عايزين نبقى فعل وليس رد فعل، الكلمه دي كلمه مهمه جدا ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي يكون فعل، دخولنا في المباراه يكون كل قوه، عايزين يبقى لينا هدف واثنين وثلاثه، والراجل اتكلم على هذا الامر واحنا في الطياره واحنا راجعين، وكمان النهارده في الغرفه اثناء المحاضره. الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا على الجانب طبعا الخططي والجانب الذهني والجانب المعنوي لعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا كالعاده تكون على قدر المسؤوليه. شوط اول خلاص انتهى، فاضل 90 دقيقه تكون من نار لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. خليني